أهلا بكم. البداية بالتطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث واصل الجيش الإسرائيلي قصفه المكثف على أهداف في وسط قطاع غزة وجنوبه. كما ألقى الجيش الإسرائيلي مناشير تطلب من جميع سكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه مناطق آمنة نحو الجنوب، محذرا من أنها ستبقى مدينة قتال خطيرة. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن 60% من عناصر حركة حماس قتلوا أو أصيبوا نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية. وفي شأن ذي صلة قالت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة إن حصيلة القتلى الفلسطينيين ارتفعت منذ 7 من أكتوبر إلى 38,295 قتيلاً. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء على مخيم يأوي نازحين بالقرب من خان يونس في جنوب القطاع إلى 29 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال. هذا وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراجع التقرير حول إصابة مدنيين، وأكد أن الواقعة حدثت أثناء استهداف أحد عناصر حماس بذخيرة دقيقة، فيما قال شهود عيان إن القصف حدث أثناء تجمع النازحين لمشاهدة مباراة كرة قدم في فناء مدرسة. مزيد من الضحايا جراء غارة جوية إسرائيلية أخرى على غزة. مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة يقولون إن العشرات قتلوا جراء صواريخ أصابت خيام العائلة النازحة التي كانت تقيم خارج مدرسة تديرها الأمم المتحدة في بلدة عبسان. احنا كنا على باب المدرسة، طلعت اشتغل حوات لأولادي، صارت الضربة، انفجار، صارت الناس تزقل في كل مكان، الناس صارت تزقل تتقطع، فيش اسعافات، الاسعاف قاعد ساعة واكثر من ساعة الا ثلث ربع يجي الاسعاف، والناس بتتزقل، ما حدش مدور عليهم، واحنا ناس مواطنين. الجيش الإسرائيلي قال لوكالة رويترز للأنباء إنه يحقق في الحادث، وأضاف أنه كان يستهدف حركة حماس في المنطقة. الموجودون في عين المكان أكدوا أن الضحايا من المدنيين. فجأة بدون سابق أي إنذار تم إطلاق الصواريخ على مجموعة من الأشخاص اللي كانوا فاتحين على النت، لا مقاومين، لا سلاح، لا أي عمليات مقاومة، الناس كلها مدنيين، أغلبهم من الأطفال العزل. أنا كنت في المكان موجود، الأغلب يا إما استشهد يا إما أصاب بإصابات خطيرة بالغة. هذه المشاهد تظهر حجم الدمار في خان يونس بعد الحملة التي شنتها إسرائيل في القطاع كجزء من ردها على الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل. الغارة الجوية الأخيرة تأتي في وقت يستأنف فيه الطرفان جهود وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وقد أكدت حركة حماس من أن تجدد الهجوم البري والقصف الإسرائيلي سيعرضان المحادثات للخطر. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الأستاذ جهاد حرب، مدير مركز الثبات للبحوث واستطلاعات الرأي. سيد جهاد أهلا بك معنا. يعني كما تابعنا الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، لكن في المقابل هناك محاولة للتوصل لاتفاق بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين في الدوحة، والتي وصفها أحد المشاركين الإسرائيليين بالقول بأنها فرصة قد لا تتكرر. كيف سيؤثر كل ذلك على مسار المفاوضات برأيك؟ يعني في ظني أن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يضغط بشكل واسع وكبير على المفاوض الفلسطيني من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين والاقتحامات المتكررة لمناطق مختلفة في قطاع غزة، كما حدث في الشجاعية وفي غيرها من المناطق، اعتقادا منه بأنه مزيدا من الضغط العسكري يمكن أن تخضع له المقاومة الفلسطينية. هذا من جانب. من جانب آخر هو محاولة للاستمرار بالعملية العسكرية فيما يتعلق بالجيش الإسرائيلي، لكنه من ناحية السياسيين هم يريدون إمكانية تعطيل المفاوضات عبر محاولات الضغط الهائلة على المدنيين الذي قد يسبب رفض حركة حماس للاستمرار بالتفاوض، وهذا ما يريده على ما يبدو رئيس الحكومة الإسرائيلية لعرقلة إمكانية الوصول إلى الاتفاق. ومع ذلك ما زالت الأنباء تشير إلى التفاؤل فيما يتعلق بقرب الوصول إلى اتفاق، مع الحذر الواجب لأننا أمام حكومة إسرائيلية ورئيس حكومة إسرائيلية غايته ومنهجه أو
غايته تعطيل هذه المفاوضات عبر إجراءات ممنهجة لوقف هذه المفاوضات أو منع الوصول إلى اتفاق. يعني أستاذ جهاد، إن سمحت لي يعني دعنا نتوقف عند هذه النقطة تحديدا. يعني كما تعلم، وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وتحديد هوية الأسرى الفلسطينيين المنوي والإفراج عنهم كانت ولا تزال من أعقد القضايا المتفاوض عليها، وأنت تقول هناك نوع من التفاؤل. يعني هل هذا التفاؤل فعلا أيضا موجود على الطرفين برأيك؟ أعتقد أن التفاؤل موجود لدى الطرفين على مستوى المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن هناك تخوف حتى من المجتمع الإسرائيلي من استمرار نتنياهو بتعطيل هذا الاتفاق. لذلك اليوم في الصحف الإسرائيلية فيها آرتس وإذاعات أحرنوت تشير بأن نتنياهو على مدار الأشهر الماضية استخدم معلومات سرية وسربها لوزراء من أجل تعطيل إمكانية وصول الاتفاق، وطلب من وزراء آخرين مهاجمة الوصول إلى اتفاق أو المفاوضات. لذلك التخوف الوحيد اليوم هو من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يشعر بأن الوصول إلى اتفاق يعني أن هناك ثمنا سياسيا شخصيا سيدفعه خلال الفترة القادمة. وبالتالي هذا التفاؤل بالنسبة لنا هو مشوب بالحذر، لأننا شاهدنا على مدار الثمانية أشهر الماضية، أي منذ نوفمبر الماضي إلى اليوم، محاولات متكررة للوصول إلى اتفاق ويتم تعطيلها، وآخرها ما جرى يوم 6 مايو عندما وافقت حركة حماس على الورقة أو على الورقة الإسرائيلية. ذهب نتنياهو لاجتياح رفح اجتياحا بريا والسيطرة على محور فيلادلفيا، وبالتالي دمر إمكانية الوصول إلى اتفاق. جميع الضغوطات اليوم من الإدارة الأمريكية، من المعارضة الإسرائيلية، من الجمهور الإسرائيلي، وحتى من مؤسسة الجيش الإسرائيلي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لمنعه من إمكانية تعطيل هذه المفاوضات. وبمعنى آخر، أن الفضاء أو المساحة التي كانت لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية باتت ضيقة عليه، ولم يعد أمامه خيارات واسعة، ومع ذلك ما زال هو المتحكم الأول والأخير بالقرار السياسي الإسرائيلي. الأستاذ جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. وفي إطار جهود التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، تشهد العاصمة القطرية دوحة محادثات يحضرها رؤساء المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والمصرية والقطرية، وذلك بحسب مصدر مصري رفيع المستوى. تجري المشاورات في أجواء من التفاؤل الحذر بإمكانية التوصل إلى حلول وسط للنقاط العالقة. هذا وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بيت ماكورك التزامه بتنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بشرط الحفاظ على الخطوط الحمراء التي تحددها إسرائيل. ونبقى في هذا السياق، وينضم إلينا من القدس الصحفي والباحث السياسي الحنان ملا. سيد ملا، أهلا بك معنا. يعني الجيش الإسرائيلي يقول بداية أنه يحقق في حادثة المدرسة التي تديرها الأمم المتحدة في بلدة عبسان، هل من جديد على هذا الصعيد؟ وما الذي يمكن أن نتوقعه برأيك؟ لا علم لدي بتفاصيل عن هذا الموقع بالذات. هناك أنباء طبعا أن تواجد عناصر مقاتلين من حركة حماس داخل هذا المبنى. إسرائيل ليس لها مصلحة باستهداف مباني الأمم المتحدة بحد ذاتها وبدون سبب، فعلى الأرجح كان هناك مقاتلين، والقتال مستمر في كل أنحاء قطاع غزة، وتحديدا في مباني عامة وفي منشآت تابعة للأمم المتحدة ومدارس للأونروا، واستخدمت من قبل الإرهابيين في الأشهر الماضية. يعني سيد ميلا، دعني أنتقل إذن من قطاع غزة إلى المشهد على الساحة الإسرائيلية. يعني كيف يستقبل الشارع الإسرائيلي الجمع بين الجهد الدبلوماسي المتمثل بزيارة الوفد الإسرائيلي إلى قطر للتوصل إلى اتفاق وتكثيف الهجمات العسكرية على قطاع غزة، وجملة أيضا ما تشهده الضفة الغربية من إجراءات؟ هل نحن بصدد محاولة لفرض معادلة جديدة لشروط الهدنة على أرض الواقع برأيك؟ نعم، أعتقد أنه استمرار هذه الحرب لتسعة أشهر بات يعني يجعل الجمهور الإسرائيلي بنفاذ الصبر، والجمهور يشعر بأن هناك مماطلة سواء من قبل القيادة الإسرائيلية، واليوم أنباء
في الصحف عن محاولات نتنياهو لعرقلة صفقة، ولكن أيضا شعور بأن حماس له كل الوقت، بأن السنوار ليس عليه ضغط، ولذلك يفهم في هذا السياق يعني أوامر الإخلاء في قطاع غزة وفي مدينة غزة تحديدا. الإسرائيلي لا يرى تناقضا بين استمرار المفاوضات في الدوحة اليوم وبين وضع المزيد من الضغط على القيادة الفلسطينية. كما تعلمون نحن شهدنا مظاهرات حاشدة في كل أنحاء إسرائيل في الأسابيع الماضية تضغط على الحكومة الإسرائيلية لإتمام صفقة وللاستقالة والذهاب إلى انتخابات، ولن نرى بالمقابل أي حراك أو أي مظاهرات في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. فنحن نعلم بأن ظروف مختلفة، أن هناك تهديدات بالسلاح وبالعنف ضد محتجين أو معارضين لحركة حماس، ولكن هناك شعور بأن يجب زيادة الضغط على قيادة حماس من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة. يعني للعودة على كلمة الضغط، ماذا عن موقف أهالي المحتجزين في 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 قطاع غزة؟ ماذا عن موقفهم؟ هل يؤخذ رأيهم بعين الاعتبار أم أن كل الأمر حاليا في تل أبيب لا يزال يتعلق بحسابات نتنياهو السياسية؟ وباختصار لو سمحت. حتى الآن لا نرى أي نتائج ملموسة، ضغط مستمر، ولكن الائتلاف الحاكم متماسك، لا نرى انسحابات أو انشقاقات في الحكومة، فبالتالي ذوي المحتجزين يضعون وينشرون شرائط وأفلام من القطاع لذويهم، ولكن هذا الضغط حتى الآن لم يأتي بنتائج. الصحفي والباحث السياسي الحنان ملا كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك.